هي ايضا سالتنا بخصوص عذاب القبر، الادله الشرعيه التي او الموجوده على هذه النقطه بالتحديد. جاءت الادله الكثيره المستفيضه التي تتعلق بعذاب القبر سواء في القران او في السنه. قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هي النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة؟ إذن هذا دليل على عذاب القبر. كذلك عندنا أحاديث في السنة النبوية، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الحديث هذا فيه مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك الحديث الآخر الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه فسمع صراخا فقال: يهود تعذب في قبورها. إذا أحاديث مستفيضة، ما جاء في التشهد الدعاء عندما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن الإنسان إذا تشهد في الصلاة قال: قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات، ثم قال: ثم صلوا علي، يعني لما تنتهي من التشهد عبده ورسوله قال: ثم صلوا علي ثم تعوذوا بالله من أربع، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إذن هنا ذكر في الحديث ومن عذاب القبر، يعني موجود. إذن هذا دليل، هذا الحديث مروي في البخاري ومسلم، وبالتالي كل هذه الآية القرآنية واضحة التي ذكرناها أنها دليل على ثبوت عذاب القبر. والأحاديث، حديث مر بقبرين يعذبان، وحديث يهود تعذب، وحديث دعاء التشهد، كل هذه أحاديث مستفيضة ونصوص قرآنية مستفيضة تدل على أن عذاب القبر موجود، وارد في الشريعة الإسلامية، ولا ينبغي إنكاره. عذاب القبر.